تاني تحيات ليك كابتن ايمن وتحيات لكل نجومك الكبار. بنتكلم على الحكم الشاطر يا كابتن شريف. الحكم الشاطر دايما بيقبل التحدي. النهارده هذه المباراه من غير الفار. مباراه بنتكلم في تقييمها كمباراه، هل هي سهله متوسطه او صعبه؟ هي مباراه من مباراه سهله جدا يا كابتن علاء، وهقول ليه سهله. يعني انا النهارده لو انا مراقب مباراه بدي درجه الصعوبه اللي هي المباراه سهله، لان دي سهله بتفرق من متوسطه او صعبه للحكم. سهله ليه؟ نمره واحد مفيش جمهور، نمره اثنين الجهاز الفني هنا في النادي الاهلي وفي نادي الهلال التزام على اعلى مستوى، احترام للقرارات التحكيميه، نفس الشيء للاعبين داخل ميدان اللعب سواء النادي الاهلي او نادي الهلال، ما عندكش مشكله خالص في المباراه، مباراه سهله كلها. ولكن كمان الفار مش موجود، يعني لابد انك انت تكون عندك التحدي الكبير لهذه المباراه. هتكلم في ما يجب تطويره في اداء الحكم كابتن احمد. عندنا النهارده الحكم المغربي 9 سنين دوري، يعني حاجه كبيره جدا جدا، وما زلت حتى الان عندك مشكله او قصور في تقدير المخالفات الفنيه. خلي بالك على الاهلي وعلى نادي الهلال الاثنين، يعني كان هناك بعض المخالفات ما فيش فيها مخالفه وكان بيصفر، وهناك بعض المخالفات اللي هي تستحق البطاقه الصفراء. معيار احتسابه للمخالفات، معيار اشهار البطاقه عنده في خلل، دي نمره واحد. السيطره كمان، يعني شخصيا بنتكلم النهارده على الحائط الدفاع، معاك الاسبريه، وللاسف الشديد انت النهارده المفروض بتشير بالاسبريه وبترجع اللعيبه. النهارده حائط الدفاع النهارده خد منك وقت كتير جدا جدا في التنظيم الحائط الدفاع، وبالتالي هنا بنتكلم في شخصيه الحكم. حاجات كتيره النهارده بنقول للجعفري المغرب لابد انك انت تطور في ادائك. هنروح للحاله التحكيميه وهنقول يا كابتن احمد ايه هو الكسور اللي كان النهارده عند الحكم على الرغم من ان المباراه كانت مباراه سهله.